لن يعملون. شباب تطوع ليكرس مفاهيم عرفها السوريون عبر الزمن ويحافظ على عادات وتقاليد شهر الخير، شهر رمضان المبارك، لتصبح السكبة بين البيوت والجيران حالة شعبية تسد رمق الصائم والمحتاج جراء الظروف القاسية التي فرضتها الحرب على البلاد. وليقدم فريق نبض سوريا سكبة رمضانية إلى أكبر عدد ممكن من الصائمين، اجتمعوا في مطبخ رمضاني يحضرون المئات من وجبات الطعام ويقومون بتوزيعها في كل يوم خلال شهر الخير. والفريق بيضم معظمه شباب وصبايا تبع دمشق، منطقة دمشق القديمة، فيعني انه حلو كتير الجو، عم يكون عنه تفاعل كتير الفريق. هلا هي الفعالية قلنا أولى ضمن المدينة، بس احنا كان عندنا فعاليات قبلها موجهة نحو الجيش على الجبهات، نطبخ للجيش بالجبهات ونقدم لك. هي الفعالية قلنا الأولى هون بالمدينة. هلا التنظيم عم يصير الصبح، عم نستقبل المواد العينية عم تجينا الصبح، عم يجينا تقريبا يومين حوالي 600 كيلو رز. هلا اليوم نحن طابخين فريكة، 600 كيلو فريكة، 200 كيلو بازيلا، وطابخين مع طبخة ثانية رز وكبسة، كمان شي 200 كيلو رز كبسة. عدد الوجبات تقريبا نحن عم نوزع بين 5,000-6,000 وجبة، ما رح أقول أكثر ولو إنه أوقات العدد عم يوصل لأكثر، خلينا نضل على 5,000. عم بتكون آلية توزيع عنا 6 طاولات موزعة بأحياء دمشق القديمة، في بباب توما هون عنا طاولة بالشاغور جواني، شاغور براني عنا، بابن عساكر بشارع الأمين، ساحة الجامع الأموي كمان عم يكون في عنا طاولات. على كل طاولة تقريبا عم نحط منسف ل 200 شخص غير عدد الوجبات اللي عم تتوزع من المطعم. شعور كتير حلو، ما هو بلدنا بالأساس كلياتها بلدنا إيد وحدة، ونحن لو ما كنا إيد وحدة ما بتوقف بلدنا بوجه الأزمة 6 سنوات، ولساتنا أجواءنا مثل ما هي وأجواء رمضان مثل ما هي والمطبخ شغال والحمد لله رب العالمين. يعني أحلى شغل إنه واحد بحس حاله عم يعمل شيء، إذا ما قدرت تقدمي شيء على الجبهة فنحن هيك عم نحارب، نحن كمان مثلنا مثل الجيش العربي السوري الله يحميه يا رب. فنحن بهي حربنا إنه طعام الفقرة، وهي عم فرجنا بلد وما هزتنا ولم ننهز نحن. كتير هو عمل حلو، تقدم وجبة لصائم أو لمحتاج أو لفقير، هذا كتير عمل رائع، بيخلق شعور بهالشهر الفضيل خاصة يعني. والوقت نحن عائلة وحدة هون إيد بإيد عم نقضي وقتنا بالشغل لنعطي نتيجة حلوة بالمقابل. أكيد هو شعور كتير حلو أنك عم ترسمي الفرحة على وجوه الناس ولو بشي بسيط بوجبة صغيرة يعني. هون يعني منظمين شوي، بس احيانا يعني منبدل بين بعض، منغير الشغل، مثلا ممكن ملي من التغليف بروح ببرد بسكوب بوزع معهم، يعني ايه منجرب كل شيء هون. على المحبة وفعل الخير اجتمعوا ليقدموا وجبة مليئة بالكرم والشهامة السورية التي تعود جذورها الى مئات السنين.